السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم اليوم أمسية مهرجان السكريبت الأدبي مع نخبة من الشعراء. رحبوا معي بالشاعر الكبير المتألق نايف الحزيمي. الله يعطيكم العافية. الله يعطيكم العافية. والشاعر الكبير المتألق حسين الوايلي. نبدأ معك ولا مع اللي تبي تكلم معاه؟ نايف. مع نايف. ناخذ منك قصيدة لك وقصيدة من ذائقتك الشاعر المعروف. ولا ننسى أن نرحب بالشعراء اللي بيشاركون بعد الإخوان. يحيى العماني، يحيى الوهيبي من عمان، حسين خالد العنزي، ومشعل العنزي من الأردن. مشعل والله خالد. مشعل اسلم يا أبو. يقول تبون غزل؟ اي والله قلوبنا خضر. ما نقدر نسمع سكريبت. يقول يروي القاع بطن المزنه العقربيه. ايه عقب ما هل فوق اللي يهل العباير. لا تقولون في بطن المزون برديه هلبرت في الثمان اللي تشوق النظاير. ومن يغني بيوت الشعر في العسجديه لو حسب كل خصله ما حسب للخساير. ولو فلانه تلاحي نوحه الرعبيه علموها وش اللي داخل القلب صاير. مهره من مرابط محتمي كل هيه مالها في الميادين القويه مغاير. وكل ما فرعت عن زينها اليوسفيه كانها الشمس لا منك فهقت الستاير. يا عذيه خذيتي سحر نجد العذيه وانت يلي عليك الدمع والدم فاير. مير والله يا زين فيك ما شفت زيه شفت من شوفتك شيني سر الضماير. جابك الله من بطون البشاير هديه لين قمنا على شوفك نسوق البشاير. الله سلامتك. صح لسانك. صح تبدانك. صح الله لسانك. صح تبدانك. ننتقل لاخونا الشاعر المبدع حسين الوايلي. تفضل. السلام عليكم زوج. لما تصفق على اتكلم. يقول الشكر والحمد لله رب العالمين ما قصرنا في مواجيب ربع عانية وما جحدنا حاجة عندنا للغانمين الجمايل الباقية والليالي فانية. عيش تم بالعز تغنيك يا ذرب اليمين وعيش تم ما هي بعز في ما هي هانية. من بغى المطلع للنوب العلم السمين كانها تنزل عليه السماء بالعانية. طيبنا ما هو بمرة ولا هو مرتين والله انه بالدقيقه يجي والثانيه ودي ياخذ واعطي الطيب عند الطيبين بس خوفي لا توهق بعالم ثانيه. الله ودي اخذ واعطي الطيب عند الطيبين بس خوفي لا توهق بعالم ثانيه. لقنعه كثرت علينا وهلها واجدين لكن الله يكشف القاصيه والداهيه. الله صح الله لسانك. صح بدنك طال عمرك يا ابو سالم. نرجع معك يا نايف. نبي قصيدة مهبلك من ذائقتك لأحد الشعراء. طيب هذه قصيدة للشاعر سلمان طراد. سمعوا لي صفقة يا أخوان. يقول صوتي هذا كم لي عنه يا فطينة كنت أحسبه مسجون في مفرداتي أضيعه أدوره لكم بيني وبينه وأضيعه بيني وبين أمنياتي. يا هايمة بين الضجر والسكينة جيتك من الغربة هوى ميرعاتي حرى القدم قولي لي الدرب وينه. لا تنثني رجلي وتشكر عصاتي تفسير صمتي ما يبرر كنيله لو تنطق أسماعي وتسمع شفاتي. مؤمن يقود الشك إلى يقينه هذا أنا يوم انفضح لي ثباتي. لدت عيون الشعر يمي حزينة تبي محاجرها تسيل سكاتي وانفاحت بذاكرتي الياسمينة تشجرت ذاكرتي بشارداتي. الله. وصرت زامر حي ما تسكنينه وش عاد لو طربتهم يا غناتي. الماضي أقفابك بجيمه وسينه وليه انتظر لا صار منتي بلاتي. عمر الطفولة راح بجمل سنينه ولا عاد أشوفه بديرتي. ذكرياتي كبرت عفيفي لين صارت مدينة وأنا لازلت أفكر ابني حياتي. الله الله. صح بدنك. صح لسانك. صح بدنك. خلصانك. ننتقل للشاعر حسين. يقول حط عينك على عيني وتعرف غلاك قبل ما تنشد الخافق ولا ينشتك أنت بس اركز الموعد على ما بداك وقبل موعدك تلقاني مكان وعدك. الله. واللي يبغاه منك يوم أشوفك هناك حاجة تنسوها لي جعلني مفقدك. دمعة الشوق لها اللي تافي لقاك طالبك تمسح الدمعة بصابع يدك. الله الله. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام إلى هنا.
الله لا يهينكم وبيض الله وجيهكم. وجهك أبيض. استريحوا دقائق. سم. فيها ننتقل للشاعرين اللي معهم مقدمهم. المقدم من سلطنة عمان سعود الجوزة. والشاعر يحيى الوهيبي من عمان. والشاعر مشعل العنزي من الأردن. وختامها أوبريت مع منشدين مفاجأة. الله عليك. رحبوا معي بالشاعر يحيى الوهيبي من سلطنة عمان. ورحبوا معي بالشاعر مشعل العنزي من المملكة الأردنية الهاشمية. الله يحييكم. الله يبارك ما عليكم زود. ما عليكم زود والله. لا لا عند مشعل يمينك. بداية مع الشاعر سلطان الوهيبي. تفضل يحيى الوهيبي. ايش مشكله ابو سعيد. ابو سعيد سلطنة عمان جادي. طيب رحوا معي الشاعر يحيى الوهيبي. تفضل. يقول ابشرك قلبي يتحرر من اسره. ابشرك قلبي يتحرر من اسره لا عاد بحد يضيقه ويسليه ولا يهمه لي كسبه ويخسره. يعني على ما قيل لي فيها يكفيه وللي خذلني ما اردد يا حسره. خيره انكشف لي الجانب اللي يخفيه ودام العسر ما عقبه وضاع عسره. بصبر على فرقاه حتى لو أغليه. ماني زقاق كل حذفه تكسره. أنا حديد كل ضربه تقويه. الله عليكم. زين تفضل أخوي الشاعر مشعل العنزي من الأردن مملكة الأردن الهاشمية. تفضل. أول شيء مساكم الله بالخير جميعا وشكرا جدا على الفقرة الجميلة هذه. للأمانة ما تعد على كل طيب فيكم إن كان منشد ولا شاعر ولا مقدم أو كل الجمالية اللي موجودة فيه ودخلتها في هالبرنامج هذا. والله ما أدري وش أسميكم لكن يقول بين البداية والنهاية خسارات. الله. بتعيشها إنسان لاهي بمنامنا. طابت خواطرنا وقفت مسرات وإذا سألت القلب يشك انهزامه. هو ينفع الحيين قولت سلامات. لا صار نزف الجرح صعب التئامه من كثر ما شفت بعيوني علاقات. انا خويي صرت اجهل مرامه. الله. احتاج من نفسي لنفسي اجابات الاسئله اللي تعتريني بملامه. هو ليه الطيب كثير انكسارات. هو ليه انا دايم يسهل اتهامه. ليه الغياب احيان ما له خيارات ويعيش في عيني غمامه غمامه. قدرت حزني لين طيح الدمعات حتى مع التقدير قل احترامه. احترام. كنت المعذب للحزن بالتنهات إلين ما عذب لصدري إقامة. يلي رحلت وهان دمعي على بيات تهون عشرتنا عشان الكرامة. شريت حبك من ضلوع البدايات وعشت الحزين اللي تعجل فطامة. طفل ولد في ليلة دون نجمات ما كان يعرف من حلاله حرامة. مسكين ويشوفك على أربع جهات ويوم النويت تغيب لعتم كلامه. أنا حزين بداخلي طفل ما مات لا شاف الحيين طير حمامه. طاحت من عيوني قصيدة على آت وجوع الشعر طول علي بصيامه. أبسأل اللي عاش عمره روايات ذاك السؤال اللي يزيد اهتمامه. ليه البداية تكون رهن النهايات. تعبت من مسكن ذبحني ختامه. وليها البداية تكون أجمل حكايات وليها النهاية تكون بصمة وعلامة. من كثر ما جملت ناس ابتسامات أصبحت أجامل دمعتي بابتسامة. الله الله يرضى عليك. يحيى عطنا شيء من القصيدة يعني متذوق له وتحبه قريب لك يعني يكون قريب لك قصيدة ميبلك يعني متذوقها يعني قصيدة
لا لا عادي كيف خلوه انا لا بعطي بسمعكم قصيده للشاعر ناصر السبيعي عراب الساحه الخليجيه. سلام. يقول بيات بسيطه يقول قال لو حبيت غيري وش تقول. قال لو حبيت غيري وش تقول قلت قال لو حبيت غيري وش تقول قلت تحاول قد ما اقدر امنعك. قال ونعيد تطاوعك الحلول قلت احبه يا بعد عمري معك. السلام. قال وعيونه يغطيها الذهول. قال وعيونه يغطيها الذهول. قال لو حبيت غيري وش تقول قلت احاول قد ما اقدر امنعك. قال ونعيد تطاوعك الحلول قلت احبه يا بعد عمري معك. قال وعيونه يغطيها الذهول. صعب تقنعني وانا صعب اقنعك. قلت ما هي مساله رفض وقبول او هي سالفه ايش كلمه في مسمعك. الغلا ما يقبل انصاف الحلول. يا معك وصدق وماني معك. الله قطعت فيها القصيده هنا الحين. تفضل اخوي كم من بيت وشو مدوب القصيده؟ اي قصيده مهليه يعني. اي تفضل. قال تقدر. قلت له صبر. طيب بسمعكم شيء للشاعر فهد مساعد. سلام. يقول من متى ما قلت لي كلمة حبيبي ومن متى ما قلت هالكلمة أنا رغم طيبة قلبك وقلبي وطيبي شوف ظروف الوقت وش زوت بنا. سلام. انت عيبك ما تحسسني بعيبي وعيبي اني ما أحس انك هنا. قولي لشمس الجوق عودي لا تغيبي كلنا مخطين والله كلنا ان بكينا طيبتك تشكي لطيبي وانضحكنا تضحك الدنيا لنا. كل جرح فيك أحسه من نصيبي البرودة والقساوة والعنا. القلوب تحب كلمة يا حبيبي قلتها لقلبك بقى قلبي أنا. الله يعطيكم العافية شعرانا والله لا يهينكم. الله يعافيك. وقصيدة بعيدها مرة تبي تعيدها؟ لا بعيدها. لا قطع انا ظلمتي. لا لا هو ظلمها. ظلمت القصيده هني. لا 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 تفضل انا مقدم. يقول عند حماده خبلي هو كان هي. ايوه اخطيت. لا لا كلش معليش. القصيده قبلي. يقول قال لو حبيت غيري وش تقول قلت احاول قد ما اقدر امنعك. قال لو حبيت غيري وش تقول قلت احاول قد ما اقدر امنعك. قال ونعيد تطاوعك الحلول قلت احبه يا بعد عمري معك. لو تبعثرني قفا عرض وطول مو مهم. قال تقدر قلت لو صبري طول مو مهم اللي يهم استرجعك. لو تبعثرني قفا عرض وطول مو مهم اللي يهم استرجعك. قال وعيونه يغطيها الذهول. صعب تقنعني وانا صعب اقنعك. قلت ما هي مساله رفض او قبول او هي كلمه او هي مثل كلمه في مسمعك. الغلا ما يقبل انصاف الحلول. يا معك بصدق وماني معك. وسؤال الشاعر ناصر السبيعي. انا عندي ابيات. لا ما عندي بصراحه. صدق ضيف من اهل عمان بالدخل عندي دقيقه. عندنا فقره في الاخيره من بعد الفقره. عندنا فقره قبل الصلاه. الله يعطيكم العافيه وشكرا اخواني الشعراء. اما الان مع اوبريت سكريبت بقياده احمد الرحيم ومسعود الشعفول وخالد الدوسري. استاهلون.